السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، اليوم سأتكلم في موضوع قد لا يدرك كثير من الناس بأنه أهم من موضوع آخر، ألا وهو شراكة العقول. في العصر الحالي قل المفكرون كثيرا، السبب هو الردع الذي يجدونه من كثير من الجهات والوسائل التي تمنعهم أو تردعهم أو لا تنشر لهم، وهذه إشكالية كبيرة جدا. ولكن الدعوة دائما نقول إلى شراكة العقول، وعلينا أن نتشارك في أفكارنا وآرائنا. فشراكة العقول كما يقول المثل أفضل من شراكة العجول. علينا أيها الأخوة الكرام أن نتشارك في أفكارنا وفي آرائنا حتى نصل إلى ما نريد أن نصل إليه. شاركني عقلك وشاركك عقلي، شاركني رأيك وشاركك رأيي. هذه الأمور هي التي تؤدي إلى النجاح بل إلى التفوق. شراكة العقول في عصرنا الحالي أصبحت من المهام التي يجب أن نركز عليها دوما. الكثير مننا يفتح مشروع ولكنه لا يشارك الآخرين بما لديهم من أفكار ويعتمد على ذاته. جميل أن تعتمد على نفسك، ولكن أن تأخذ من الآخرين آراءهم وأفكارهم وتطورها من أجل أن تصل إلى ما هو أفضل، ذلك هو الأجمل. إذن شراكة العقول في عصرنا الحالي هي من أهم ما يمكن أن نتشارك فيه. إذا استطعنا أن نصل إلى مرحلة من المراحل التي نتشارك فيها أفكارنا وآراءنا وأعمالنا سننجح نجاحا كبيرا. حتى مجرد أن تكتب كتابا أو قصة قصيرة أو رواية أو أن ترسم رسمة، إذا شاركت الآخرين الأفكار ستجد أشياء جميلة تسرك وتفتح آفاقا كبيرة أمامك. هنا في السودان أجد عقولا نيرة، ولكن للأسف خازنين كل أفكارهم داخل أدمغتهم. هذه الإشكالية حاصلة في كل أرجاء الوطن العربي، ولكنها تكثر في بعض الدول التي لديها مخزون ثقافي وتراثي وأدبي كبير. لكن الدعوة دائما ندعو إلى أن تشاركني عقلك أشاركك عقلي، تشاركني فكرك أشاركك فكري، بل أننا نصل في كثير من الأوقات إلى أن نتشارك في أعمالنا حتى نصل إلى المستوى الأفضل. فهي دعوة للشباب، دعوة للفتيات، دعوة للآباء، دعوة للأمهات، دعوة لكل أفراد المجتمع أن تشاركوا في الأفكار حتى تنتجوا ما هو أفضل. وأعود أقول بأن شراكة العقول أفضل من شراكة العجول. كونوا دائما متحابين في الله، متشاركين بأفكاركم، فذلك سيوصلكم إلى ما هو أفضل. أرجو الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه وإلى ما نحبه ويرضاه. إن الشباب هذه الأيام يعتمدون على أنفسهم في كل شيء، لكن أطلب إلى الشباب والفتيات أن شاركوا آباءكم وأمهاتكم أفكاركم وتنيروا منهم. فإذا استطعتم أن تتنيرون من آبائكم وأمهاتكم ثقوا كامل الثقة بأنكم ستكونون أفضل بكثير مما أنتم عليه. سعوا دائما في التطور، ولكن التطور لن يكون بعقل واحد.
عقلين أفضل وثلاثة أفضل وهكذا. دائما شاركوا أفكاركم وآراءكم مع من تحبون ومع من تثقون، ليس مع كل الناس بل مع من تثقون. كونوا أنتم وشاركوا أفكاركم وآراءكم مع الجميع، وإلى لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.